الورد. صباح الخيرات عليكم أحبتنا، ما زلنا معاكم نتواصل ونستكمل مشوار صباح الخير يا بحرين الذي بإذن الله إن شاء الله يتواصل حتى 9 بمشيئة الله، تواصلا مع يوم المرأة البحرينية أكيد وتأكيدنا على دور المرأة البحرينية في كافة المجالات، تميزها وحضورها اللافت أينما كانت. يسعدنا أيضا أن نستضيف الآن أحد النماذج للمرأة البحرينية الناجحة، وهي الدكتورة جميلة السماك، عضو مجلس النواب. دكتورة جميلة صباحك خير، ونبارك لكم بهذا اليوم وكذلك بفوزكم بهذه الثقة الغالية من الناخبين طبعا، واختياركم كممثل للشعب في مجلس النواب المقبل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباحكم الله بالخير. صباح الله بالخير. صباح الخير على جميع السادة المستمعين والمشاهدين، والحمد لله على هذه الثقة التي منحنا إياها الناخب البحريني، وإن شاء الله راح نكون على قدر المسؤولية إن شاء بإذن الله. الله. أنتم أهلا لهذه الثقة بإذن الله. بإذن الله. الدكتورة جميلة، يعني مبارك لك وصولك للمجلس، ومبارك لك بهذه المناسبة أكيد. وبداية في يعني بداية حديثنا، كيف تشوفين أيضا يعني الثقة اللي منحت بداية للمرأة البحرينية من قبل القيادة قبل سنوات كثيرة، واليوم نشوف أيضا الثقة من قبل الشارع البحريني في المرأة البحرينية لتصل أيضا إلى السلطة التشريعية وهي مجلس النواب؟ صحيح. بادئا حقيقة أتقدم بالتهنئة والشكر الجزيل لصاحبة السمو قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الأميرة سبيشة بنت إبراهيم آل خليفة على مبادرتها الطيبة. حقيقة هي التي بادرت بهذه المبادرة باعتبار الأول من ديسمبر هو يوم للمرأة البحرينية. وهذا اعتراف حقيقة من البحرين، من مملكة البحرين، من القائمين على مملكة البحرين بدور المرأة وأهميتها. صحيح. حتى أصبحت هذه المناسبة حقيقة من المناسبات الوطنية التي تحظى باهتمام واسع من قبل جميع المؤسسات الرسمية والأهلية في مملكة البحرين. كذلك أصبحت هذه المناسبة كما نرى تلقي الضوء على المحطات المضيئة والمهمة في مسيرة عطاء ومشاركة المرأة البحرينية في دعم ومساندة النهضة الحديثة والتنمية الوطنية في البحرين. كذلك بالنسبة إلى الشعار الذي وضع وهو قرأت تعلمت شاركت، هو ترجمة على أن المرأة البحرينية هي التي تقرأ وتفهم وتتعلم مما قرأت. صحيح. ثم تضخ ما تعلمته في المشاركة. جميل. المشاركة في نهضة المجتمع البحريني، المشاركة في مسيرة النهضة الديمقراطية للبحرين. صحيح. حقيقة المرأة البحرينية نستطيع القول بأنها خطت خطوات كبيرة جدا في مجال التطوير. ليش؟ لأن انطلاقا من الإيمان الراسخ عند المرأة بأهمية وكذلك من الدولة أيضا بأهمية الإنسان المواطن في قيادة عملية البناء الحضاري. صحيح. صحيح. المرأة البحرينية أعتقد هي الثروة الحقيقية حقيقة التي نعتز بها. بالنسبة إلى وجود المرأة كمرشحة وكناخبة تنتخب من تشاء من النساء أو الرجال، نلاحظ هناك حقيقة المرأة البحرينية ترجمت بحضورها اللافت في جميع الميادين، ترجمت بكفاءتها بقدرتها بعطائها بأنها مميزة. لذلك أصبح مثل ما نعرف الآن الشعب البحريني واعي جدا باختيار يعني المرشح أو المرشح الكفء. صحيح. فبالتالي هو لا يميز. صحيح. حقيقة بجنس الشخص المرشح، بينما يميز بكفاءته وعطائه. صحيح. لذلك نلاحظ أن هناك الكثير ما شاء الله يعني من الناخبين اتجهوا لي يعني تصويت إلى المرأة. بما إن شاء الله الآن في 2014 وصلنا نحن ثلاث نساء في المجلس البرلماني. صحيح. وهذه ثقة فعلا حقيقة فعلا متبادلة. صحيح. من وهذه نقلة كبيرة يمكن تعتبر في يعني مسيرة الحراك السياسي بالنسبة للمرأة البحرينية بالتحديد، ومشاركتها في يعني المعترك الديمقراطي وهذا
هذه العملية الانتخابية. يمكن احنا فعلا في هذه الدورة الانتخابية بالتحديد دكتورة جميلة لاحظنا ان هناك وعي متزايد بين كافة فئات الشعب بدور وأهمية المرأة ان هي يعني تكون ممثلة للشعب من خلال مجلس النواب وحتى المجالس البلدية، تحاول ان تلعب دور فاعل في هذا الحراك الديمقراطي وتكون مؤثرة سواء كانت ناخبة، وايضا يعني الوجوه العديدة التي ترشحت يمكن من النساء البحرينيات ليخضن هذا المعترك الانتخابي كانت وجوه بارزة ويمكن لها حتى دور كبير على مختلف الأصعدة في مملكة البحرين. ولكن الآن بعد هذا الفوز دكتورة جميلة ووصولك إلى يعني أحد المقاعد النيابية في البرلمان المقبل، كيف راح تدعمين المرأة البحرينية بشكل خاص من خلال تواجدك في هذا المجلس التشريعي والرقابي؟ حقيقة يعني راح أكون إن شاء الله يعني العمل بكافة على كافة الأصعدة. طبعا احنا نتكلم البرنامج اللي عندي هو برنامج شامل على كافة الأصعدة، فالمرأة راح تكون موجودة على الصعيد الاقتصادي بالاهتمام إلى النساء الأرامل المطلقات، الاهتمام إلى النساء العاطلات، الاهتمام إلى يعني على كافة الأصعدة. بالنسبة إلى في صعيد التعليمي مثلا هناك بعض من النساء في القطاع التعليمي ولكن يعني متخرجات مثلا وعندهم تربويات ولكنهم عاطلات. يعني إذا رحنا بالنسبة إلى المجال الأمني، بالنسبة للمجال السياسي، بالنسبة للمجال الصحي إن شاء الله راح مثل بالنسبة للصحي مثلا بالنسبة لقطاع الأمومة والطفولة راح نركز عليه إن شاء الله فيها في عملنا القادم. فالمرأة البحرينية حقيقة وجدت لها جزء كبير في برنامج الانتخابي. جميل. وطبعا راح أسلط إن شاء الله الضوء على المرأة وأمد يدي لها وراح أكون خير مساند إن شاء الله في جميع الأصعدة. الله يوفقك إن شاء الله في هذا العمل. لكن دكتورة خلنا يعني نتكلم شوي في يعني بعض القضايا اللي أنت أيضا طرحتيها من خلال برنامجك الانتخابي. كونك أنت كطبيبة شنو اللي راح تطرحينه في المجال الطبي بالتحديد من خلال يعني المجلس التشريعي من خلال مجلس النواب؟ أستاذي الفاضل بس للفتة كريمة أحاول أني أنبه عليها. أنا حقيقة عندي دكتوراه في إدارة الأعمال تخصص إدارة الشؤون الصحية. جميل. نعم أنا يعني حقيقة عملت فعلا في القطاع الصحي ولكني لست طبيبة ولكني دكتورة أكاديمية. جميل. أدرس في الجامعات وكذلك استشارية صحية. لكن هذا لا يعني ارتباط مباشر يعني دكتورة جميلة عفوا على المقاطعة، لك ارتباط مباشر وصلة وثيقة بالشأن الصحي يعني من ناحية الإدارة بالتحديد صحيح والقضايا الصحية المختلفة صحيح. نعم سوف أعمل جاهدة حقيقة على إنشاء مركز للأبحاث تحت مظلة وزارة الصحة. جميل. وهذا واحد من النقاط اللي حاطتها أنا في برنامجي. طبعا هناك الكثير من الأمراض المزمنة وبعض الأمراض الموجودة بالبحرين منتشرة بشكل كبير ولكن محتاجين حقيقة إلى مركز أبحاث تحت مظلة وزارة الصحة للعمل على اكتشاف أسباب هذه الأمراض المزمنة المنتشرة في البحرين. نعم. ووضع استراتيجية معينة وطنية للنهوض حقيقة بجميع القطاعات للعمل مع وزارة الصحة يدا بيد. نعم. من أجل الوضع يدنا على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق في مظلة وزارة الصحة. جميل. وزارة الصحة محتاجة إلى أعتقد إلى هذا المركز. هناك أيضا يعني أطمح إلى أن يحصل المواطن البحريني على جودة متقدمة من الخدمات الصحية التي يجب أن تكون مقدمة إلى جميع المواطنين على حد سواء. إن شاء الله نعمل أيضا على أن المواطن البحريني يجب أن يحصل على العلاج الكامل داخل الدولة داخل البلد. صحيح. من خلال وجود المستشفيات الصحية، كوني كنت حقيقة المدير الإداري لجميع المستشفيات الحكومية في البحرين. فبالتالي إحنا محتاجين إلى أن وجود العلاج، يعني إحنا ما نشجع المواطن على أن يتلقى العلاج خارج البلد، بالعكس إحنا نستقطب ناس خارج
اللي في الخارج يجون يتعالجون عندنا بمملكة البحرين. صحيح. هذا اللي إن شاء الله رح نعمل عليه جاهدين من أجل رفع اسم مملكة البحرين على جميع إن شاء الله. رب إن شاء الله. يعني منجزات كثيرة نتمنى لكم إن شاء الله أن تحققونها سواء بالنسبة يعني لكل ما يهم المواطن وتطلعاته في هذا الوطن الحبيب على كافة المستويات. يمكن دكتورة جميلة أكيد هناك طموحات كثيرة الآن نعولها عليكم كممثلين لنا يعني في هذه السلطة التشريعية. يعطيكم ألف عافية الدكتورة جميلة السماك عضو المجلس النيابي طبعا المقبل. يعطيك ألف عافية وتشرفنا بوجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا.